اللي كان درت لها الدوره هذه. فوالا عيطوا لي وتقبلت الدعوه وجيت. من هنا الجديد الفني ديالي عندي جوج المسلسلات ان شاء الله. واحد غادي نصوره في لافان دو موا، ومسلسل ثاني غادي نصوره ان شاء الله في الاوائل ديال يناير. وغتكون شي حاجه في رمضان ان شاء الله. انا ملقحه وعندي الجواز ديالي. شنو الراي ديالك في القرار ديال فرض الجواز؟ هو الناس كلهم خصهم يتلقحوا بيان سور، انا مع التلقيح، ولكن الجواز كيف قلت من قبل انا ما ضد، فهمتي؟ انا محايده. المهم انني انا درت التلقيح ديالي وعندي الجواز ديالي. مي باش نهضر على الجواز نقول لك زعما واش ضروري خصو يكون باش تدخل لي ماكازان، باش تدخل لي ريستوران، باش تدخل المناطق العموميه؟ هذاك الشيء انا ما صراحه ما عندي فيه حتى شي راي. قدمتي مجموعه من الادوار، شنو الدور اللي كتحسي انت انه قرب اكثر من الجمهور؟ سعاده بدات الوالده. بغيت نسولك على شنو رايك في المؤثرات اللي تنتجوا مجال التمثيل وخلق هذا الشيء جدل، انت واش معاه؟ انا نقول لك واحد الحاجه، انا ماشي ضد، بالعكس. الا كانت مؤثره ولا مؤثر باغي يدخل التمثيل على شرط انه يكون انسان موهوب، تكون عنده الموهبه ديال التمثيل. اما باش يدخل مؤثر ولا مؤثره الميدان ديال التمثيل وما عندوش الموهبه ما كاينلاش، حيت انا كيتسمى غير متطفل على الميدان. ولكن الا كانت عندك الموهبه بيان سور تقدر تدخل التمثيل وتشتغل على راسك وتثقل الموهبه ديالك بالمعرفه وبالدراسه وبالبحث. ملي ما كانش عندك ان دار ما عندك والو. بالنسبه لك انت من غير التمثيل شنو المجال اللي تقدري انك تشوفي راسك تقدري تعملي اكثر؟ الغناء. غناء؟ غني شويه. لا ما نغنيش. لا شي عمل يعني غناء المقصود؟ لا ديجا كنت غنيت واحد الكوفر قبل انا واسامه والحمد لله لقى واحد النجاح، وصلت تبارك الله ل 9 مليون ديال المشاهدات سوغ يوتيوب. وهذا اللي هذا هو الحافز اللي خلاني انني نعاود نفكر ندير شي حاجه ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.